كانوا بالصيد في بحيرة طبرية الذين بأمر المسيح ألقوا بالشبكة من الجانب الأيمن فجذبوا سمكا كثيرا فلما عرفه بطرس تقدم إليه سابحا فهذا ظهور ثالث للسيد لما أراهم خبزا وسمكا على جام داخل آل جميعنا آنية النور والبروق الباعثة الضياء باسيليوس العظيم وغريغوريوس أثيولوغوس ويوحنا ذهبي أيها اللاهوت الواحد الآب والابن شفاعة باسيليوس وغريغوريوس ويوحنا ووالدة لإله النقية لا تفصلني من مجدك أيتها البرج المرصوف بذهب والمدينة ذات الاثني عشر سورا والكرسي المنقط بالشمس وسدات الملك إنه لعجب لا يدرك كيف ترضعين السيد كل نسمات God.
حاضر في كلمتك من قلب القدس مكتوبا هذا المجد يكون لجميع أبراره لقد قام المسيح من بين الأموات حالا عقالات الموت فاستبشري أيتها الأرض بالفرح العظم ويا سماوات سبحوا الله في قدسه سبحوا في فلك قواته قد رأينا قيامة المسيح فلنسجد للرب القدوس يسوع البريء من الخطايا وحده سبحوه بحسب كثرة عظمته إننا لا نفتر من السجود لقيامة المسيح لأنه قد خلصنا من آثامنا فقدوس هو الرب يسوع الذي أظهر القيامة سبحوا بلحن البوق سبحوا بالمزمار والقيثارة بماذا نكافئ الرب عن كل ما أعطانا لأن الإله من أجلنا سكن البشر ومن أجل الطبيعة المفسودة صار الكلمة لحما وحل فينا والمحسن للعدم شكر والمغفر للناس
سبحوه بالطبل والمصاف، سبحوه بالأوتار والتي طرب بأيات أكاليل من المدح نكلل المعلمين المنفصلين بالأجساد والمتحدين معا بالروح وزعماء المتوشحين بالله الخدام للثالوث مساوين له في العدد الكواكب المنيرة للمسكونة وأعمدة الكنيسة الذين بما أنهم منتصرون قد كللهم بأكاليل المجد المسيح إلهنا مالك رحمة العظمى. سبحوه بنعمات السنور، سبحوه بسنوج التهليل، كل نسمة فلتسبحي الرب بأياتنا شيدة جميلة نسربل المتوشحين بالله الذين هم مسرون سماويون وكارزون باستقامة رائي وهامة للمتكلمين بالله باسيليوس المظهر إلهيات العظيم وغريغوريوس الإلهي الناطق بالله ويوحنا الجليل الذهبي اللسان الذين قد مجدهم باستحقاق الثالوث الرب مالك الرحمة العظمى المجد وعلى مضاجعهم يبتهجون بأيات أقوال تقريبية نمدح رؤساء الكهنة المساوين للرسل في النعم والمضاهين لهم بالكرامة والمواهب والملاشين للكفر المخلصين والمرشدين بالأقوال والأفعال والروع الممثلين المسيح بالإيمان الملائكة الأرضين والبشر السماويين الذين شرفهم المسيح رب المجد مالك الرحمة العظمى.
كهنتك يا رب يلبسون العدل وأبرارك يتهللون بأياتك ليلة من المدائح نتوج الذهبي الفم مع باسيريوس وغريغوريوس الأنية الموقرة للروح المناضلين عن الإيمان بثبات الأعمدة للكنيسة وثبات المؤمنين والتعزية لجميع الخطاة كافة الينابيع متدفقة بالماء الذي إذ نستقي منه تتنعم نفوسنا مستمدين غفران المآثيم والرحمة العظمى المجد للآب والابن والروح القدس اليوم واللعنة تبادت وحواء انعتقت
والموتى أميتا نحن قد حيينا، لذلك نسبح واتفين مبارك أنت أيها المسيح إلهنا، يا من هكذا سر المجد لك. المجد لك يا مظهر النور، المجد لله في الأعلى وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. نسبحك نباركك، نجد لك نمجد، نشكرك من أجل عظيم جلال المجد. أيها الرب الملك السوي والإله الأب الثابت الكل، رب الابن الوحيد يسوع المسيح، ويا أيها الروح القدس. أيها الرب الإله يا حمال الله يا ابن الله، يا رقيع خطيئة العالم الحمد، يا رفيع خطايا العالم، تقبل تضرعنا أيها الجالس من يمين الآب وارحمنا، لأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الآب أمين. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد. مبارك أنت يا رب إله أبينا، مسبح وممجد اسمك إلى الأبد أمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقا. يا رب ملجأ كنت لنا في جيل وجيل، أنا قلت يا رب ارحمني واشف نفسي لأنني يا ربي إليك لجأت، فعلمني أن أعمل رضاك، لأنك أنت هو إلهي. فابسط رحمتك على الذين يعرفونك، قدوس الله قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين.
لا مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. بسلام من الرب نطلب. من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا. ورؤساء الكهنة والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. يا رب أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. مسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل أن ينحسر هذا الوباء الفتاك ومن أجل شفاء المرضى وحفظ وعدد الكوادر الطبية والخدمية الذين يسهرون على صحة الآخرين وسلامة العالم أجمع إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين
فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين بشفاعة الآلهة الإله يا مخلص خالص والدة الإله يا مخلص خالصنا بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب اعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا واردة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа сада и увек и увек Аминь Холесна я одна Аллах Я ман кама мин бейни ламва Нахну мурати лина лака Аллилуйя Сусуни мати етеру, о аласасек некрон, салон даси, аллилуйя. Халлис мая адна Алла, я ман кама мин бейни ламва, нахну л-мурати лина лака, аллилуйя. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير بائد لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير إثل حالة وصلت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحدا فلوط القدوس الممجد مع الله والروح القدس خالصنا أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل الموت
هلموا لنسجد ونركع للمسيح مالكنا وإلهنا. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات. نحن المرتلين لك هللويا. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات. نحن المرتلين لك هللويا. حطمت بصليبك الموت وفتحت للص الفردوس وحولت نوح حاملة الطيب وأمرت رسلك أن يكرزوا بأنك قد قمت أيها المسيح الإله. مانحًا العالم رحمة العظمى. بما أنك وحدك
نطلب. لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وإليك نرفع المجد والسبح المثلث التقديس. أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. قدوس لله، قدوس للقوي، قدوس للذي لا يموت الحمد. السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة واصلحها، فإن يمينك ورستها. Kepis kepsetin ambelon taftin, ke katartis aftin, in efitepsen i dexia su. السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة واصلحها، التي يمينك غرستها. خلص المؤمنين يا ربي، خلص المؤمنين.
المجلس الحسن العبادة. يا ربي خالص حسن العبادة. خرج صوتهم وإلى أقطار المسكونة كلامهم. السماوات تذيع بمجد الله والفلك يخبر بأعمال يديه. حكمة. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبراني. نصغي. يا إخوة اذكروا مدبريكم الذين كلموكم بكلمة الله، تأملوا في عاقبة تصرفهم واقتدوا بإيمانهم. إن يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى مدى الدهر. لا تنقاد لتعاليم متنوعة غريبة، فإنه يحسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بالأطعمة التي لم ينتفع الذين تعاطوها. إن لنا مذبحا لا سلطان للذين يخدمون المسكنة أن يأكلوا منه، لأن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطيئة إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. فلذلك يسوع أيضا تألم خارج الباب ليقدس الشعب بدم نفسه. فلنخرج إذن إليه إلى خارج المحلة حاملين عاره، لأنه ليس لنا ها هنا مدينة باقية، بل نطلب الآتية. فلنقرب به إذن ذبيحة التسبيح كل حين، وهي ثمر شفاه معترفة لاسمه. لا تنسوا الإحسان والمواساة، فإن الله يرتضي. مثل هذه الذبائح. السلام لك أيها القارئ. نستقم ولنسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. لوقا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. لك يا رب المجد. في ذلك الزمان فيما يسوع مجتاز في أريحة، إذا برجل اسمه زكا كان رئيسا على العشارين، وكان غنيا، وكان يلتمس أن يرى يسوع من هو، فلم يكن يستطيع من الجمع لأنه كان قصير القامة. فتقدم مسرعا وصعد إلى جميزة لينظره، لأنه كان مزمعا أن يجتاز بها. فلما انتهى يسوع إلى الموضع رفع طرفه فرآه، فقال له: يا زكا أسرع انزل،
فاليوم ينبغي لي أن أمكث في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليحل عند رجل خاطئ. فوقف زكى وقال ليسوع: ها أنا ذا يا رب، أعطي المساكين نصف أموالي، وإن كنت قد غبنت أحدا في شيء أرد أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم قد حصل الخلاص لهذا البيت، لأنه هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن البشر إنما أتى ليطلب ويخلص ما قد هلاك. وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. حكمة حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. Oh.
جميعكم ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الدائرين. Πάντων ημών και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. رئاسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. يوحنا والاسقف تيودور والاسقف ارسانيوس مع اعضاء المجمع الانطاكي المقدس وسائر رؤساء الكهنة في كنيستنا المقدسة اخانا المطران بولس وجميع رؤساء الكهنة المستقيمي الراي مع كهنوتكم وشموسيتكما ليذكر الرب الاله في ملكوته كل حين لنا وكل وان وإلى دهر الداهرين. أبنائنا المجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة مع مجلس رعيتها والذين يعملون فيها ويرتلون ويحسنون إليها. أبناء هذه الرعية مع جميع أبنائنا في كرسينا الرسولي الأنطاكي المقدس في الوطن وفي بلاد الانتشار المقدمة من أجلهم هذه القرابين المكرمة من أجل صحتهم وعافيتهم وتقديس حياتهم وراحة نفوس موتاهم من أجل المسافرين والأرامل واليتامى والمهجرين والأسرى والمخطوفين والمرضى والذين وجميع الذين هم في شدة وحزن وضيق والمفتقرين إلى تحننك العظيم من أجل سلام كل العالم ومعونته ومن أجل عبيد الله مقدمي هذه القرابين المكرمة آل سوسانية آل بيطريان آل عيد وجميع المختصين بهم ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أبانا وبطريركنا يوحنا ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. Του Πατρός και Πατριάρχου ημών Ιωάννου, νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δίνον σου Πάει Πατριάρχα Ιωάννου,
Lembra-te, ó Senhor Deus, no teu reino em todo tempo, agora, sempre e pelos séculos dos séculos. أبانا وبطريركنا يوحنا ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين ألانا وإن كل آن رئاسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين ألانا وكل آوان وإلى أسلافنا البطاركة السابق انتقالهم بغبطة وتطويب على رجاء القيامة والحياة الأبدية مع جميع السابق انتقالهم من آبائنا وإخوتنا من البطاركة ورؤساء الأساقفة والأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات والعلمانيين والعلمانيات وعبيد الله السابق انتقالهم عيسى أنطون سالم مع جميع أمواتكم في المسيح ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أن تكون أواخر حياتنا
مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي، وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسال. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلنودى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. برأفة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيي لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم. لنحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين. لنصغي لنقف حسناً لنقف بخوف لنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن معكم جميعا. ولنشكرن الرب. بلش قول
بحمدك ونحمدك ونشكرك ونسجد لك في كل موضع سيادتك، لأنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف لا يحد عقل، غير المنظور غير المدرك الدائم وجوده والكائن، هكذا هو هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس. أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا واتفاقمتنا وما برحت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، من أجل كل الإحسانات الصائرة إلينا التي نعلمها والتي لا نعلمها، الظاهرة وغير الظاهرة. نشكرك أيضا من أجل هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أنه قد وقف لديك ألوف من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة والشيروبيم والسرافيم ذو الأجنحة الستة والعيون الكثيرة متعالين ومجنحين بتسبيح الظفار مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. التي لك وهي مما لك فيما نقدمها لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. وعلى هذه القرابين الموضوع اصنع ما في هذا القلب في مسيحك المكرم امين، وما في هذه الكأس فدم المسيح كان مكرم من حول أجل كلية القداسة طاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم بواجب الاستهان حقا نغبط والدة Oh.
الساقف المستقيم الراي المفصلين باستقامة كلمة حقك. اذكر يا رب أولا أبانا وبطريركنا يوحنا وأبو لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام وفصل باستقامة كلمة حقك. والخاطرين في فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن. وأعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح معكم جميعا. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب حتى إن إلهنا المحب البشر الذي قبلها على مذبحه المقدس السماوي العقلي رائحة طيب زكي روحي يرسل لنا عوضا منها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب. بعد التماسنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. واهلنا أيها السيد أن نسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أيها الإله السماوي ونقول لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل آن وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم. احني رؤوسنا للرب. بنعمة ورافة ابنك الوحيد ومحبتي للبشر الذي أنت معه مبارك ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا اصغى من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلما لتقديسنا أيها الجالس في العالي مع الآب والحاضر معنا ها هنا غير منظور وارتضي أن تناولنا بيدك العزيزة صدق الطاهر ودمك الكريم وبنا شعبك كله رأس خمير القدسات للقديسين قدوس واحد رب واحد يسوع المسيح لمجد الله الآب
قد وقفت أمام أبواب هيكلك وعن الأفكار الرديئة لم أنفصل، لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح للص أبواب الفردوس، افتح لي حنو محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كما قبلت الزانية والنازفة الدم. أما هذه فبمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بعسر مرام، وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها، وأما أنا المرثية له فبتجاسري على أن أقبل جسدك كله، لا تحرقني بل اقبلني مثل هاتين وأنر حواس نفسي محرقا جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بلا زرع والقوات السماوية، لأنك مبارك إلى أبد الدهور آمين. أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت بالحقيقة المسيح ابن الله الحي الذي أتيت إلى العالم لتخلص الخطأة الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا بأن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم عين.